حياكم الله من جديد، وما زلنا مستمرين معكم مشاهدينا في اخر فقره من فقرات صباح الشارقه، وطبعا فقره الطبخ واللي نتعرف من خلالها على طبعا مجموعه من اشهر الاطباق وكيفيه تحضيرها بطرق سهله ومميزه. واليوم طبعا راح نتعرف عن اشهر وصفات المطبخ الهولندي طبعا مع الشيف ماجد. صباحك خير شيف ويعطيك العافيه. صباح خير اهلا اسماعيل، اهلا عليا، واكيد صباح خير للساده المشاهدين. ان شاء الله يكون بدايه اسبوع موفقه ان شاء الله. يعني ومثل ما حكيت اسماعيل راح نحكي عن المطبخ الهولندي، راح نحكي عن بعض الاطباق، لكن راح يكون في اشياء مميزه بهي الفقره. راح نحكي عن بعض تقنيات الطبخ، طرق الطهي، راح نحكي عن استخدام الحمام المائي في الطهي، تحضير صلصات وما شابه. حلو. شو راح نحضر اليوم؟ اليوم معنا ثلاث شيفيه، فراح نبدا مع عليا. هي راح تسوي لنا سلطه، السلطه مشهوره في المطبخ الهولندي. نعم. يستخدم فيها اوراق الخس، الريحان او السبانخ الصغيره، كمان الروكا او الروكا الرفيعه، الفليفله الملونه، التفاح جرجير، وراح يكون معنا فيها التفاح الاخضر، راح يكون معنا خل التفاح كمان. يعني التفاح اساسي فيها. طبعا في زيت وفي الخردل وفي الملح والفلفل. جبن، اوكي، جبنه، لانه المطبخ الهولندي فيه اجبان، فمعنا جبنه الايمنتال. نعم. فراح نعمل الصلصه اللي راح نسوي لنا اياها، الخردل مع السوائل. نعم. ونحط الخضار الثانيه مع بعض، والجبنه بالاخر نسكب عليها صلصه. شيف اسماعيل راح يعمل لنا ساندويتش معروف كمان، في بسيط جدا، معروف في المطبخ الهولندي. راح نستخدم الخبز البان، او اللي نحن نعرفه خبز البرجر. راح نحط عليه الخس، وطبعا اغلب الخس، حتى نعرف هذا الخس الغريب اللي موجود في السوق مشكل، هو يجي من هولندا. صح. اوكي، فراح نحط هذا. نعم. صح؟ كل هاي الاشكال، الايسبرغ. نعم. حتى الايسبرغ، حتى هذا يسمى لولو روز، في الفريزي اللي هو الشعري هذا، فكل هاي الخس يجينا يعني من هولندا. يعني غالبا يعني بتروح المحط المطاعم اللي هي يعني يبيعوا لكم البرجر بألف. نعم. درهم، يحطوا لكم منها الخس. أما مال البيت العادي اليوم راح نحن نعمل ببلاش. ببلاش. أوكي. فراح نحط الخس، ونحط صدور الدجاج المشوية. صح. ونحط صلصة الهولنديز اللي راح أحكي عنها كثير، راح أحضرها، وبعدين رشه من البابريكا. جميل. الشوربه التقليديه شيف ماجد راح يسوي لنا. نعم. في المطبخ الهولندي شوربه تقليديه جدا في البيوت، يعملوها على طول، وخاصه في ايام الاوقات البرد. شوربه الشتاء يكون فيها السوسج، يكون فيها البازيلا، لحم البقر المقطع كيوب، الكرفس والسلري، ورق الغار، البصل، الجزر، البطاطا، الثوم، والثايم كمان، الزعتر البري. نعم. وراح نطهي بالزيت العادي، وطبعا يضاف لها مرق اللحم او مرق الدجاج. جميل. انا هون راح اسوي الشوربه، ابدا فيها، وبعدين احكي شويه عن الصلصه الهولنديه بين ما حضرتكم. جميل. تبدو بوجبه. بنبتدي في اضافه المكونات هذه. نعم. بنحط الخس هذا الجميل. انت راح تنتظر علي بعد ما تبدا. جميل. لحتى اعطيك صلصه الهولنديز اللي راح نتكلم عنها. حلو. شوي. حلو. نعم. حط المكونات، البصل. البصل نبدا مع على طول مع البصل والثوم. زين اسماعيل، بس نعم. اخذ مكونات السلطه. تفضل. اليوم معنا ثلاث اطباق، ثلاث شيفيه. شيف، المطبخ الهولندي معروف انهم يحبون الخضروات والفواكه. نعم. يعني نعتبر انه هو من المطابخ مش المشهوره كثير، لكن يبقى انه في تنوع كافي او تنوع. صح. موجود في عندنا مثل ما حكينا الخضار، الخس، وعلى فكره يزرعون الخس في الماء، يعني الزراعه المائيه يسموها. حلو. وعلى طول مثل ما تكلمنا في الامارات، يوصل في الطياره هذه الانواع. صحيح. انواع من الخس توصل بسرعه، يعني على طول من المزرعه للمطار، وهنا توصل الى السوق. الى السوق موجود في سوق الجبيل وباسعار مناسبه، وبالفعل هذه الشوربه فيها كثير طاقة ولذيذة، وخصوصا في الشتاء. نعم. دائما طبعا هولندا مشهورة بالطواحين ومشهورة بال... صحيح. والمسطحات الخضراء الجميلة. طيب شو رأيك تساعدني معي بهاي شوي؟ أنا لا. بس أحتاج أي لي هذه المنطقة عشان أسوي السلطة. طيب. وأنا راح أخلي إسماعيل يساعدني بهاي الموضوع، أنت ما تخلي هذه تحترق. أكيد. أوكي. هلق الموضوع المهم، راح نحكي عن صلصة الهولنديز. الهولنديز هي صلصة مثل المايونيز لكن حارة. الوصفة يكون فيها 18 صفار بيض للتر زيت. ما شاء الله. اوكي، لاربع اكواب، عفوا، لاربع اكواب زبدة. الميزة اللي نحكي عنها، الزبدة تسمى الزبدة المصفاية. نعم. شو يعني زبدة مصفاية؟ نخلها على حرارة خفيفة لحد ما تفصل الزبدة عن بعض، فبصير عندنا كثافة او
يعني سائل كثيف في الأسفل لونه أبيض ورغوة في الأعلى، ننزع الاثنين فنحصل على زبدة مسطحة. هذه الزبدة أنا بنصحكم على طول تستخدموها حتى للحلويات لأنه بتكون لذيذة، يعني هاي الزبدة النقية تماما. صحيح. أوكي. هلق الطريقة اللي راح نطبخ فيها على الحمام المائي، نحط صفار البيض. جميل. اللي أنا هون طبعا ماخذ كمية أقل، ماخذ فقط ربع الكمية. مثل ما حكينا صفار بيض اللي هو 18 صفار بيض إلى 4 أكواب من الزبدة المصفاية. جميل. أوكي. وبحركهم بهاي الشكل، لازم آخذ شوية. شايف كأنه قاعد نذوب قطع الشوكولا صح؟ تماما، هذا هو الحمام المائي. صحيح. هلا اللي الناس ما تعرفه إنه الحمام المائي نعم ما بيكون يعني لازم يكون ماء دافئ ونحن نطفى على البخار. هذا الطريقة تستخدم على طول للمواد الحساسة مثل ما حكينا تذويب الشوكولا، عمل البيض، طبخ البيض لأنه ما يتحمل حرارة عالية. شو رأيك تضيف اللحوم؟ وبهاي الشكل نضيفها. عليا وين وصلتي؟ أنا خلصت. عليا أسرع وحدة لأنه هي تسوي السلطة. سلطة. نشوف التحريك المستمر مع إضافة الزبدة. برجع وبكرر هاي الزبدة مصفاية مو الزبدة العادية. بالنسبة لمكعبات اللحم شيف مسلوقة ولا؟ لا ما بفضل نسلقها. وطبعا نحن مستخدمين اللحم من البقري؟ لحم البقر. نعم لحم البقر طبعا معروف كمان اللحم الهولندي. بما أني خلصت الحين أنا بدرش معك سيف شيف، نتكلم عن الحلويات الهولندية. نعم. يمكن المطبخ الهولندي يتميز بعض أنواع الحلويات، خبرنا شوي عنها. في المخبوزات هي المشهورة في المطبخ الهولندي أكثر شيء. ما ننسى نحن طبيعة البلد اللي هي حتى باردة يعني. صح. فالكربوهيدرات أو السكريات تعتبر مهمة في مطبخهم لأنه تعطي الطاقة وتعطي دفى فينا نسميه. نشوف الصلصة هون بدأت تتكثف معاي. صح. هذه هي طبعا هاي الصلصة للناس اللي ما بيعرفوا وين نستخدمها، موجودة كثير مثلا لما نتناول الإيج بنديكت في الأسواق تشوف مثلا في صلصة صفرة عليها. صح. يفكروا إن هاي مايونيز، لا هي الهولنديز. شوف أنا حطيت اللحم أول شيء قبل الصلصة لأن اللحم يعني ياخذ أسرع في الاستواء قبل الصلصة. صح شيف؟ إيه. شو رأيك نحط شوية من التايم بعد؟ من؟ الزعفران البري. إيه. نشوف طريقة الطهي، الماي السخنة تحت. شيف كيف أحط وايد ولا؟ رشة رشتين. رشة رشة خفيفة. هلا المهم في تحضير الصلصة إنه نحن ننتبه للحرارة لحتى البيض ما ينطبخ معنا. وهي هي بتكون بهاي الشكل. التحريك مستمر شيف صح؟ نعم. الصلصة ممكن نعملها كثيفة شوي أو خفيفة، وهي تصلح لأربع خمس ساعات فقط. هلا في السوق حاليا صار في منها موجود تقريبا هاي الكثافة، لما نتركها تبرد شوي راح تمسك. أنا محضر واحدة ثانية فأنت ممكن تستخدمها اسماعيل لأنه أنت بدك صلصة للشوربة. موجودة شيف؟ عفوا للساندويتش. إيه. ها هي موجودة عندك. ونبدأ بتحضير الساندويتش وأنا راح أتولى موضوع الشوربة. طبعا نتكلم عن البهارات. البهارات تحضير ورق الغاز في المطبخ، خلنا نعتبر مثل المطابخ الميديترانيان أو قريبة من حوض البحر الأبيض المتوسط، ما في نوع من البهارات، ما بيستخدموا البهارات بكثرة في المطابخ الأوروبية، يستخدموا عوض عن البهارات الأعشاب. صح. ونحن هون استخدمنا الثايم وفي الشوربة الشتوية، هذه الأنواع من الأعشاب تعطي كمان دفء أو إحساس بالدفء. نعم. أنا أحب، تحبين البهارات أكثر ولا الأعشاب؟ أنا أحب البهارات في الأكل، يعني أنا المطابخ المفضلة عندي المطبخ الهندي جدا، يعني رقم واحد عندي المطبخ الهندي المفضل. هذا فرق أساسي بين المطابخ في حوض البحر الأبيض المتوسط. نعم. وفي المطابخ الآسيوية. صح. المطبخ الهندي أو المطبخ الآسيوي الإماراتي يعتمد على مكونات كثيرة من أو كمية كبيرة من البهارات تشكيلة قد تصل إلى 16-17 بهار في طبخة واحدة. صح. المطبخ الغربي على العكس تماما يعتمد على نوع او نوعين فقط. صح. بحد اقصى ويعتمد على الليمون والملح والفلفل الاسود هو شيء الاساسي فينا. وبعدها اكيد يتم اضافات، مع ان اليوم شيف المطابخ صارت متداخله، يعني في عمليه تطوير المأكولات اليوم صاروا الكثير يعني يحطون بعض البهارات من صحيح اللي نحن تعودنا عليه، فصار اليوم الاكل اكثر يعني. نعم. وتحس فيه متداخل، وخصوصا نحن اكلنا يعني نحن البهارات هي مستورده من الهند، فهي اصلا مو مكانها مش اساسي مكون. صحيح. اساسي يعني. نحن البرجر اوريدي نعم نبدا فيه لو سمحت.
نحط طبعا نحن ما عم نعمل برجر، نحن عم نعمل ساندويتش هولندي بالضبط. لكن عم نستخدم البان. اوكي هلا ندهنها في صلصه الهولنديز. طبعا اللي سمع الوصفه 18 صفار لكيلو زبده تعتبر كبيره، لكن نحن بنتناول كميه بسيطه مثلا ونحضرها. وهذا هون انا بنصح انه فينا نعملها في نعم كفايه. ممكن ندهن ثانيه لانه احنا ما حنسكر البرجر. اوكي انا راح اخلصك من هذول تمام، بما انه انتهى وظيفتهم وراح اتابع مراقبه الشوربه. ريحه الشوربه صراحه تحضير هذا وين هذا الخس. نضيف شويه من الملح والفلفل الاسود. حلو يطلع في سندويتش حق حق التصوير تي، والجبن تلاقينه من هنا نازل. تمام اوكي. الشوربه هي ما قطعه واحده تكفي شيف صح؟ طويل بكفي. نحضر سندويتشين شيف. نعم بالنسبه لل هذا نسميها اوبن ساندويتش، يعني أوبن الصلصه سلسة. بتكون او مفتوحه ما بتكون مسكره الساندويتش. هل في مشروبات خاصه شيف في المطبخ الهولندي، خصوصا مشروبات دافيه يمكن بتكون؟ في مشروبات الدافيه طبعا كعصائر هي العاديه اللي موجوده، يعني نعرفها في مطابخنا العاديه او في اي بلد اخر. بهاي الطريقه الشوربه كمان تقريبا هي ما بتحتاج وقت لانه الفرن كان فيها صغير. انا بنتظر اسماعيل راح اعطيك الصحن. انا جاهز تقريبا ناسب الساندويتش. اذا نحن نغير شويه نحط خس بانواعه، خس ثاني، خس ثاني عشان بعدين قطعه ثانيه نخلي. راح نعمل الطريقه اللي الناس بيشوفوا فيها الصلصة على الإيج بنديك، يعني راح نضيف صوص مرة ثانية بطريقة أكثر يعني. أوكي أول شيء الدجاج بهذه الطريقة. طبعا هون مستخدمين صدور الدجاج اللي هي أنت ما حبيت تخلي هون. أوكي هي راح تكون أوبن ساندويش مو مسكرة يعني هذول الحين ما عاد نحتاجهم. خلاص نخليهم رفع، تخليهم للتزيين إذا بدك. إحنا ما حنسكر الساندويش نخليهم رفع ونحط الصلصة بهذه الطريقة اكثر يعني. ايه على لا هذه على فكره ممكن في البيت نشغل الفرن من الاعلى وندخلها الفرن لحتى يتلون هذا الصوص. حلو. بعدين ناخذها بهذه الطريقه. طبعا الصوص ممكن يكون شويه دافي لكن الساندويش بشكل عام هو بارد. نعطيها رشه من البابريكا بهذه الطريقه. بسيطه جدا. حلو نجرب انواع يعني الحمد لله الامارات غنيه في تنوعها ومطابخها المتعددة، فحلو نجرب هاي الشوربة. الشوربة ناخذها. الشوربة كانت جاهزة عندنا بشكل مسبق نطلعها. هيك بيكون شكل الشوربة ماخذة على الخضار. ومجهزين نحن بعد قطع من توست بجنبها. صحيح. ممكن نخلي شوية من. شكرا لك شيف يعطيك العافية. الله عافية. شكرا لوجودك دائما معانا وعلى هذه الوصفات اللذيذة. طبعا مشاهدينا إلى هنا وصلنا لختام جميع فقرات صباح الشارقة في هذه الحلقة. أتمنى إن شاء الله قضيتوا وقت ممتع واستفدتم من المعلومات اللي قدمناها لكم. أتمنى لكم إن شاء الله يوم جميل وسعيد. أترككم في حفظ الله ورعايته. مع السلامة مشاهدينا، نترككم إن شاء الله في حلقة الغد. أترككم في أمان الله. مع السلامة.